نكمل آخر شيء في التشاب، هو عبارة عن حل اكزامبلز، وهاي الاشي المهم اللي راح نوصل له من كل الشرح اللي عملناه. فهل اكزامبل من كتاب الآلات بحكي لي الاس للترانسفورمر هي 20 كيلو فولت امبير، تنز ريش اللي هو بيحول من برايمري 8000 فولت ل 240 فولت، فريكوانسي 60 هرتز. بحكي لي انه عمل الاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست على جهة البرايمري سايد، هاي مهمة جدا انك تعرف على اي جهة عملها البرايمري او السكندري. فالاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست صارن فقط على البرايمري، فهي عندي الجهود الميجرد. طبعا هنا هاي باور في خربطة صغيرة، وحسب طبعا عمل ميجر لكل جهد وكل باور. بدنا نحسب الامبيدنس لسيركت ريفيرد تو ذا برايمري سايد، وبدنا نرسم اخر شيء السيركت. فنيجي للماتلاب نكتب الفانكشن الاتي، نكتب ترانس. ترانس اللي هو اختصار للترانسفورمر. طبعا من الخيارات من الليست هاي اللي معطيني اياها راح اختار واحد، لانه انا بدي اوجد الايكويفالنت سيركت من التست، فراح اختار واحد. ندخل القيم. اس عنده 20 كيلو فولت امبير، نلاحظ الوحدات. الجهد الريتد لو، فعندي جهد السكندري هو اللو، والهاي فولتج 8000. طيب هسه بحكي لي دخل البيانات تاع للاوبن سيركت تيست. فانا عملت الاوبن سيركت على جهه البرايمر، وجهه البرايمر هي عباره عن الهاي فولتج سايد، فبانها الهاي فولتج سايد فراح اكتب الهاي فولتج. اي اتش في هي باختصار يعني للهاي فولتج سايد. طبعا هسه بدخل القيم حسب الجدول. تمام هسه بحكي لي للشورت سيركت تيست داتا، احكي لي وين صار الشورت سيركت. فهاي اهميه انك وين تعرف انت وين عملت التست، فاما عملته في برايمري او سكندري. هسه احنا عملناه على برايمري فراح نكتب هاي فولت. الجهد 489 240. فهاي نتيجه السؤال. السؤال حكى لك بدي تطلع لي القيم ار سي واكس ام والزد توتال او الزد ايكويفالنت لجهه البرايمري سايد، فبانه جهه البرايمري سايد فانا راح اختار هاي القيم، راح اختار الهاي فولتج سايد لانه هو بيعبر عن البرايمري سايد. فعندنا هاي قيمه ار سي، هاي قيمه اكس ام، هاي عباره عن زد ايكويفالنت اللي بتتكون من اكس بي وار بي. فعشان نقارن الاجوبه نفتح الكتاب. هاي نشوف ار سي 159 كيلو طلع معنا 160 كيلو، اكس ام 38.4 تقريبا هاي نفسها 38.4 كيلو اوم. نشوف زد ايكويفالنت، هاي زد ايكويفالنت قيمتها 38.4 زائد جي ال 192، فعندنا 38.4 زائد جي ال 191.8. في عندي كمان اذا بدك اياها لللو فولتج سايد، بس في السؤال طالبهن للهاي فولتج سايد. رسمة طبعا هي عرفناها من قبل، هي الايكويفالنت سيركت من جهة اذا بتنظر عليها من جهة ريفير تو برايمري سايد.